أهلا بكم معنا مرة تانية. قدمت حكومة رامي حمد الله الحكومة الفلسطينية استقالتها الأسبوع الماضي، وقبلها الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأمرها باستمرار تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة التي بدأت مشاوراتها بالفعل حول هذا الموضوع. شرفني جدا يكون معايا دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بسيادتك. أهلا بك أخي الكريم. دكتور أيمن، يعني إلى متى يظل انقسام الفلسطينيين وتظل السياسة اللي حضرتك بتدرسها كعلوم نظرية راقية، عايز أقول يعني أداة في إيد الآخرين حتى لو كانوا إسرائيل، إن هم يضمنوا استمرار فرقة هذا الشعب؟ طبعا في البداية أشكرك وأشكر قناتكم الطيبة اللي سنحت أنه نتحدث عن القضية الفلسطينية، وأعتقد أنه رغم كل هذه المساحة الكبيرة والحرب على القضية الفلسطينية، لا زالت أن هناك بعض الإعلام الذي يفتح لنا مجال ليعلم الجمهور حقيقة واقعنا. صحيح أخي الكريم أنه نحن نعيش في حالة أعتقد أنها أسوأ من حالة هزيمة فلسطين أو نكبة فلسطين عام 48. انقسام فلسطيني، شرق فلسطيني في الجسد الفلسطيني لم يمر بالتاريخ. هناك أعتقد ويلات الانقسام اللي بنعاني منه أخطر من ضياع فلسطين، صحيح. لأنه نحن لم نكن في بعض ضياع فلسطين، كنا على قلب رجل واحد، صحيح. كأمة عربية واحدة كفلسطيني. الآن هذه الحالة من الانقسام، يعني يمكن ميزة أنه ما فيش عندنا صراع طائفي في فلسطين، يعني عمليا ما فيش صراع طائفي ولا صراع ديني، لكن الأمر ذهب إلى صراع بين فصائل فلسطينية سياسي. ما هو سياسي أبعد عن الدين، لأنه في وجود الاحتلال وحد الحالة الدينية في مثلا في القدس، وأنا لأني بعيش في ثنايا الأمر فأدرك أنه تجاوزنا الصراع الديني ولكن ذهبنا إلى صراع سياسي. ما نفعتش اللعبة دي، بس في لعبة تانية نفعه وشغالة زي الفل. للأسف الشديد أنه هناك لاعبين، ويعني الواحد يخجل من ذلك، ولكن هذا واقع، محليين وإقليميين وعرب ساعدوا في وجود هذه الانقسام الفلسطيني وغذوا. عندما حدث الانقسام عام 2006 بشكل طبيعي وعام 2007 بشكل دموي، من مول ذلك وغذى قطر على سبيل المثال، وشاركت بتفاصيل التفاصيل، ومن خدمة لمن؟ لإسرائيل بالتأكيد، خدمة لإسرائيل. يعني قطر مولت هذا الانقسام والصراع الدموي خدمة لإسرائيل بالتأكيد، لأنه من يستفيد من الانقسام فقط هو الاحتلال اللي سعيد بوجود انقسام، عدم مقدرتنا على وجود حالة وحدوية واحدة، عدم دفع الاحتلال دفع ضريبة الاحتلال لفلسطين. نحن عندما يعني يحدث ما يحدث على سبيل المثال، أنا أعتقد أنه أي صراع بدون القدس لا قيمة له بالنسبة لنا، عندما تخرج الإدارة الأمريكية القدس من الصراع وتعتبرها عاصمة للمحتلين ثم تنقل سفارتها من تل أبيب القدس ولا يوحدنا ذلك، أنا أعتقد لا قيمة لنا. يعني نحن إن أخرجنا القدس، بل إيه اللي يوحدنا بالضبط؟ يعني القدس هو يعني إذا ضاع القدس ماذا يبقى للقضية الفلسطينية؟ ما بقى بعض الكيانات المتفرقة في الضفة الغربية، أو كيان فلسطيني في غزة يحاصر من كل الاتجاهات بحرا وبرا وجوا، لم يبقى شيء. يعني ما ننتصر عليه بصراحة هو جيفة، جيفة لا قيمة لها، وسلطة تحت الاحتلال، ولا تستطيع أنت أن تخرج بقرار وتنفذ أمر طالما موجود هذا الاحتلال، إلا أن تقاوم بكل أشكال المقاومة. طب إيه الموقف الحالي دكتور أيمن؟ أنا الموقف يعني الحالي في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. يعني أنا حاولت أن أعطي بس طبعاً. يعني هيك، لأنه في بعض المشاهدين لا يعلموا تفاصيل الوصول إلى هذه المرحلة. قبل أن ننتقل للحكومة، بس اسمح لي في على عجالة أتحدث عن يعني أولا الجهد المصري اللي يجب أن يشكر ونقف أمامه يعني بتأمل طويل جدا. مصر استشعرت الخطر أخي الكريم في مارس عام 2005 قبل أن تصل حماس إلى سدة الحكم وقبل أن يحدث الانقسام. مصر استشرفت بمقدرتها على الاطلاع الخارجي ومقدرة أجهزتها الأمنية على اطلاع ما يخطط للقضية الفلسطينية ويخطط للمنطقة بشكل عام. كان يخطط تجربة الإسلام السياسي في منطقة مغلقة اسمها قطاع غزة. قطاع غزة منطقة صغيرة جدا، مساحتها 360 طبعا أعلى كثافة سكانية في العالم، بالضبط عدد سكانها فوق تجاوز 2 مليون نسمة، 360 كيلومتر مربع، بحر، حدود، بالتالي لا توجد مجال أن يتحرك هذا الأمر. حتى فكرة الأنفاق هي فكرة كانت لم تخطر على بال من قال أننا سنجرب الإسلام السياسي في منطقة مغلقة. البحر كمان بحر عقيم بالنسبة للشعب، عقيم ومسيطر عليه الاحتلال، يعني أنت بعد 6 ميل مش مسموح لهم لا يصطادوا ولا يصدروا ولا يستوردوا ولا بالضبط. فمنطقة مغلقة مثل قطاع غزة تم التخطيط لتجربة الإسلام السياسي بها. كان قد انتخب في يناير عام 2005 أبو مازن رئيسا للشعب الفلسطيني. مصر أدركت أن هناك يخطط بتخطيط أمريكي إسرائيلي قطري
لأن يجرب الإسلام السياسي. لاحقا تجربة غزة هي التي حاولت تمريرها في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي بعض الدول. عندما شعروا أن تجربة الإسلام السياسي ستحدث هذه المسافة وهذا الدم وهذه الشرخ في الحالة الفلسطينية، فقال أن نجرب هذا أو نمدد هذه التجربة في بعض الدول العربية. مصر، أنا لذلك توقف قبل أن أصل إلى موضوع الحكومة، مصر استشعرت الخطر فدعت كل الفصائل في مارس عام 2005 لزيارة مصر وترتيب البيت الفلسطيني، وكان هناك اتفاق اسمه اتفاق القاهرة في مارس عام 2005. تم الاتفاق على إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حماس وجهاد الإسلام، إدخال حماس وجهاد الإسلام. ولكن ما اللاعب الإقليمي هو كان بيدير هذه المعركة قطر لم يروق لهذا لك، فغذت لاحقا وضغطت على أبو مازن، وتحدث أبو مازن بشكل واضح أن هناك مورست علينا ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قطر لأن تشارك حماس في الانتخابات دون أن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية. فشاركت حماس بالانتخابات وفازت بالانتخابات، وأنا كنت في حين أعمل في مركز دراسات يعمل في غزة والضفة الغربية، وكل استطلاعات الرأي تعطينا أن حماس ستفوز. وحذرنا من ذلك أنه حماس ستفوز فلا نعطيها الفرصة. لحين اللعبة اللي اتلعبت في مصر واللي اتلعبت في تونس بالضبط. هم أقلية. اسمح لي أقول ملاحظة حضرتك، يعني مشكورا طبعا قدمت شكرك وتقديرك لمصر، وأنا في موقع حضرتك أو سيادتك أشكر مصر مرتين. أولا لأنها استشعرت هذا الخطر مبكرا بالضبط. ودعت الفصائل، ودائما تعتبر أن فلسطين قضيتها الشخصية بالضبط. 100,000 جريح و100,000 قتيل، ده غير أموال طائلة من حرب 48 حتى الآن. النقطة الثانية والأهم أن مصر جرحت بنيران هذا الإسلام السياسي من مواطنين هم في الأصل فلسطينيين، فكون أن هي تتخلى عن ده لأن هي كبيرة بجد بالضبط. مش تقول بقى أنتوا عملتوا كده وأنتوا مش عارفين تتجمعوا مع بعض فأنتوا بقى ما حدش هيغيركم، أنتوا مش عايزين تغيروا نفسكم بالضبط. يعني مصر تحملت في هذا الأمر كثيرا. يعني عندما أتحدث أنه مصر تعتبر أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي، غزة تعيش في غلاف الأمن القومي المصري، وبالتالي مصر الآن جهدها الحالي اللي بتبذله خلال أقل تقدير أقول لك خلال 48 ساعة الماضية هي لعدم وصول المرحلة إلى فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني ما يخطط له الآن. يعني حكومة بقى الحكومة إلى نأتي إلى موضوع الحكومة. خلال الأيام أو الأشهر أو الشهر الماضي كان هناك محاولة من مصر لترتيب البيت الفلسطيني بالوصول إلى انتخابات. كما أشرت أنه آخر انتخابات أجريت عام 2006 انتخاب البرلمان، وحسب الدستور الفلسطيني انتخابات كل 4 سنوات. يعني نحن هناك استحقاق منذ عام 2010 أو 2009 للرئاسة أن تجرى الانتخابات مرة أخرى. حاول الرئيس السلطة بمازن أن يضع رؤية في إجراء انتخابات برلمانية تفضي إلى انتخابات جديدة، برلمان جديد ورئاسة جديدة. هذا الأمر عيق لأنه حكومة الوفاق اللي تشكلت في إبريل عام 2000 توافق عليه في إبريل ثم شكلت في يونيو عام 2014 هي كانت مهمتها أن تعيد ترتيب كل البيت الفلسطيني وتضع سيطرتها الكاملة على قطاع غزة والضفة الغربية وتعيد هيكلة كل المؤسسات وترتب للانتخابات. يعني حتى هي مهمتها فقط ترتيب للانتخابات مع سيطرتها. هنا أعيق عملها في أكثر مرة. خلال الأيام الماضية طبعا في أكتوبر من عام 2016 وضعت مصر رؤية جديدة وبدأت هناك أمل للشعب الفلسطيني بأن تعود العملية السياسية إلى طبيعتها وينجح الدور المصري في تحقيق المصالحة اللي كما أشرت بدأ من مارس عام 2005، يعني قبل أكثر من 13 عاما أو قرابة 14 عام، إلى حين طبعا أعيقت مرة أخرى في عملية التمكين. والتمكين أنه أن تسيطر الحكومة، منعت حماس، ربطت الأمر بحقوق موظفيها. يعني هناك 45 ألف موظف حماس عينتهم بعد انقلابها عام 2007، مطلوب أن يتم استيعابهم من قبل السلطة. السلطة تحدثت أنه أنا لست صرافا آليا أستطيع أو ATM أستطيع أن أدفع رواتب 45 ألف، هذا يحتاج إلى 50 مليون دولار زيادة في الموازنة، لا تستطيع الموازنة. ووضعت أكثر من رؤية في هذا الأمر لكن لم نصل إلى حل حاسم. هنا في سؤال مبدئي جدا، كيف يرى الشعب الفلسطيني حركة حماس؟ حماس أعلنت عن نفسها على أنها حركة مقاومة ضد إسرائيل، وعلى أنها الفصيل الفلسطيني من الإخوان المسلمين، وعلى أنها الجهاد الإسلامي السياسي. كيف يرى الشعب؟ هل الشعب موافق على ده؟ هل الشعب رافض ده؟ هل الشعب شايفها حركة إرهابية؟ هل الشعب عايزها تبقى شريك في مفاوضات تشكيل حكومة جديدة؟ يعني أولا نحن دائما نسعى لفلسطينة حماس، يعني نتحدث فلسطينة حماس أن تكون تنظيم فلسطيني وليس تنظيم يرتبط بتنظيم الإخوان، هذا الهدف الفلسطيني. نحن لا نستطيع أن نجرب حماس. كيف نسعى لفلسطينة حماس؟ يعني تعبير لطيف بس كيف نسعى إليه وهذه هي قناعتهم والفلوس بتجيلهم على أنهم كده ودي عجبة إسرائيل عشان تفضل الشوكة في
ظهر الأمة كلها والمنطقة كلها. نحن لذلك أخي الكريم نحن لا نريد أن نذهب إلى صراع دموي أكثر مما حدث. يعني أنا أعتقد أنه تجربة حزيران عام 2007 هي تجربة مريرة في الشعب الفلسطيني، حيث قتل في اشتباكات دموية بين فتح وحماس أو بين السلطة وحماس أكثر من 600 فلسطيني. 600 فلسطيني. بالتالي نحن لا نريد أن نعود إلى هذه المعركة مرة أخرى. نريد أن فلسطين حماس أن تعود، أن تتجرد حماس من تنظيمها، من علاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين. وهذا أعتقد أنه حاولت تغييره من خلال تقديم أوراق اعتمادها في سبتمبر عام 2006 من خلال تقديم دستورها الجديد 2016. نريد أن تقطع حماس علاقتها بكل ضغط مالي مثل الضغط القطري وضغط وتأثير عليها. إحنا نريد، لكن هل هي تريد؟ يعني نحاول. أنا لا، حتى لحظة لم نصل إلى لحظة حاسمة نقول إنه حماس تتمكن من تغيير شريتها. يعني وهل الحل حتى لا يحدث صراع دموي جديد بين الفلسطينيين إن إحنا يظل لدينا جهازين للحكم؟ نتحدث في كل وكالات الأنباء العالم عن إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أو حكومة حماس المقالة. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ما معنى أنه صرح وزير داخلية حكومة حماس المقالة بمش عارف إيه وإيه وإيه؟ صرح وزير صحة يعني إيه بقى في اثنين وزير داخلية واثنين وزير صحة واثنين وزير دفاع؟ لا، يمكن هذا الأمر تجاوزناه بعد عام 2014. هذا كان قبل عام 2014 بعد أن شكلت حكومة الوفاق تجاوزناه. ولكن حماس راحت شكلت لجنة إدارية لإدارة غزة، ضغطت عليها مصر وتم حل اللجنة الإدارية. حكومة الوفاق تسمح لها تدخل غزة أصلا؟ دخلت مرتين ثلاث. لا، عندنا مشكلة في الموضوع ده. لا، في مشكلة أكبر من ذلك، إنه في غزة مدينة تحت الأرض، في مدينة أنفاق كاملة تحت الأرض بمواصلات باتصالات إلى آخره. يعني حتى من سيحكم غزة كيف سيسيطر على مدينة تحت الأرض؟ هذه مدينة تحت مدينة الأرض. كاملة تحت الأرض. أتاري الأنفاق اللي كانت بتجيلنا دي يعني كده، أنت ولا حاجة اللي عندك. الفوهات اللي داخل المدن الفلسطينية خطيرة جدا، هي تتنقل من بيت إلى بيت إلى بيت، حتى جزء منه يصل إلى الحدود وجزء لا يصل إلى الحدود. هناك ثلاثة أنواع. إيه عمل مدينة فلسطينية؟ طبعا مبررات أنه في حال الحروب فإنه هناك سيكون مفاجآت للاحتلال، سنخرج لهم من تحت الأرض. وفي حرب 2014 لم يخرج لهم من تحت الأرض. يعني هم عمرهم حربوهم وإحنا نضحك على مين؟ في صد العدوان في 2014 و2012 كان هناك صد عدوان. لكن نحن يعني حضرتك قلت أنه في 600 قتيل في صراع فلسطيني فلسطيني، في كم إسرائيلي قتل في مقاومة حماس العظيمة اللي خدت عليها مليارات؟ لم يصل نصف هذا العدد للأسف الشديد. لكن يعني احنا في النهاية لا نريد أن نجلد ذاتنا كثير. يعني في النهاية كما حصل في مصر وفازت في غفلة من الزمن تنظيم الإخوان المسلمين في انتخابات وهم لا يمثلوا 2% من المجتمع المصري، عندنا نفس الحكاية. يعني يمكن احنا نتجاوز ونقولنا حماس تصل إلى 10% من الشارع الفلسطيني. بس استطاعت مصر أن تلفظ، لأنه في دولة، هذا التنظيم في دولة. نعم، فكرة تعالوا نقعد مع بعض. طب ما هو ده هدف المحتل دايما. يعني دلوقتي النهاردة في ليبيا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا، الهدف ايه؟ خلاص يا جماعة كفاية دم بقى، احنا بعنا سلاح كفاية وبعنا لده وبعنا لده وخدنا شفطنا كل الحاجات اللي عندكم، يعني الثروات، فنقعد بقى. نقعد بقى دي معناها ان الحوثي يقعد، ومعناها انه انصار السنه تقعد، خلاص كله يقعد بقى، كله ياخد حته من التورته. بالضبط. مصر كانت لديها مقدره في دوله عميقه، دوله لها مقدره على معالجه الامر، امتصت الضربه ثم عالجتها بسهوله. نحن لدينا مشكله كبيره اخي الكريم، انه في الضفه الغربيه عالجنا هذا الامر، في غزه في كيان غير متصل، غزه والضفه كيانين غير متصلين يفصلهم الاحتلال. الاحتلال يرى أن هذا الوضع يعجبه كثيرا الانقسام، بالتالي هو لم يساعد السلطة في مقدرته على تغيير الواقع في قطاع غزة. البديل لإخراج حماس مش أمرين، إما مصالحة أو انتخابات أو دم. أقول لك نحن غير جاهزون للدم. في فكرة ثالثة، فكرة عزل حماس. كيف تعزلها؟ يعني حماس موجودة كقوة عسكرية في الضفة الغربية، هي معزولة فعلا جغرافيا، بس ولكنها تسيطر. هي 30 ألف مقاتل اختطفون 2 مليون فلسطيني في غزة، كيف الخلاص منه؟ ولا طاقة للسلطة الفلسطينية فيش اتصال، إن هي تاخد ال 2 مليون دول وتقول خلاص خليه تاخده. أنت هل تخلي أرضك عشان تعطيها ل 30 ألف مقاتل أو 40 أو حتى لو قلنا 100 ألف؟ لا، وحتى دي ما هو إسرائيل جاهزة برضو الخطة زي دي، بقت الأرض فاضية خلاص، تروح دخلة إسرائيل وما بقتش في فلسطين في الحتة دي. بالضبط، أنت بتقدرش. هو ما يخطط الآن وما يثار حول صفقة القرن، اعتبار القدس عاصمة المحتلين،
إنهاء قضية اللاجئين وهذا ما يتم تنفيذه، ثم فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني. الآن ما ينفذ هو فصل غزة، كما أشرنا أنه غزة ككيان منفصل أصلا. أيوه. غزة جغرافيا يعني. جغرافيا مصر تحاول أن تمنع هذا الأمر لا حتى لا يكون كيان أقل تقدير معادية لمصر في خسرتها، ألا يسمح بذلك، وهذا لسبب الجهد المصري المتواصل أنه نحن نريد أن ننجح المصالحة، نحن نريد أن نصل إلى لحظة حاسمة نجري الانتخابات. يعني هل لو افترضنا نظريا وجود استعداد ونوايا طيبة لهذه المصالحة، وأنه حماس هتمشي عدل وتبطل تبقى شوكة في ظهر فلسطين، هل فعليا وجغرافيا يمكن أن تكون دولة، وده ليه نماذج أخرى في العالم، يعني يكون دولة في منطقتين وسلطة مش بالضرورة المناطق إلا مركزية، سلطة لا مركزية بالضبط، يعني مش بالضرورة أنها يكون الأرض كتلة واحدة كما يحدث في كثير من الجزر في العالم، ولكن الإيرادات غير موجودة. يعني نحن حتى في قمة المد الفلسطيني وإنشاء الكيان الفلسطيني منذ عام 94 حتى عام 2000 كان هناك شيء اسمه الممر الآمن. هو ممر يسيطر عليه الاحتلال ولكن يسمح بالتنقل بين غزة والضفة الغربية بمراقبة إسرائيلية. أو ممر جوي ولا ممر بري ولا ممر بحري؟ ممر بري. يعني حتى بحري لم نستطع أن ننشئ الميناء، ولكن وكان في مطار عندنا في غزة نستطيع أن نتنقل منه إلى الفضاء الخارجي. كان هذا الممر اللي بسموه نحن الممر الآمن كان يكون هناك مرافقين من جيش الاحتلال لنقل السكان من الضفة إلى غزة وبالعكس. هذا الأمر كان وضعت خطة بديلة من اليابان كان ستمول ذلك بإيجاد نفق تحت الأرض يربط غزة في أقرب مكان له في منطقة الظهرية في الخليل، والمسافة ليست بعيدة يعني أقل من 20 كيلومتر، وكده كده في أنفاق كتير تحت. لا هذا يعني حياخدوا كم واحد منهم ويفتحوهم على بعض يعني. ده قبل ما يكتشفوا أنفاق حماس الجديدة، وبالتالي كان الأمر يعني مش بصراحة مش مستحيل. دكتور هل حضرتك ترى أن إسرائيل وقطر وكل الدول المعادية للمنطقة دي ولفلسطين استطاعت خلاص بشكل نهائي غير قابل للعودة أنها يعني تستلب حماس بهذا الشكل؟ يعني هل في بتشوف في أي أمل لعودة حماس لمواطن فلسطيني يتخلى عن السمعة وعن الشهرة وعن الجرايد وعن التمويل اللي بيجيله من هذه الدول وعن استمرار ال عايز أقول الكفر برضو الكفر اللي هو الورقي ده اللي هو أنه هو بيدافع عن فلسطين ومش عارف إيه وكذا، في أي أمل لده؟ يعني لو فقدنا الأمل أعتقد أنه حنموت. يعني مصر اللي لا ممكن يعني يفقد الأمل في شيء ونحط أملنا في حتة تانية، مش يعني بالضرورة لو فقدنا الأمل معناته غزة يجب أن تبقى تحت هذه الحالة من المزرية اللي بتعيشها حاليا. مصر أخي الكريم أنت كنت تتحدث أنه طعنت من حماس، ورغم ذلك مصر استقبلت قيادة حماس، سمحت باجتماعها مكتبها السياسي بعد أن انتخب في القاهرة. صالح العروري اللي كان مطلوب للولايات المتحدة الأمريكية ودفعوا 5 مليون مقابل من يسلم أو يعلن عنه استقبلته مصر بعدها بعدة أيام، ولم تحت يعني لم تأخذ فعل حسبان ردة الفعل الأمريكية، هو من باب أنها تريد أن تضمن عدم فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني. هاي كله له دلالات. الآن كما يعني نعالج الأمر مصر، نحن نعالج الأمر أيضا مع مصر، كيف كما أشرت أنا خلال كلامي نفلسطين حماس، كيف نعيد الأمل للقضية الفلسطينية من خلال إجراء انتخابات. نحن الآن ليس أمامنا خيار إلا إجراء انتخابات. انتخابات قبل كده وفازت لا حماس. لا ما هو ماشي، وأنت تجري انتخابات حتى لو فازت حماس خيار الشعب الفلسطيني. لا أريد أن أسبق التاريخ. أنا أستاذ علوم سياسية وأعلم مني كثيرا أنه هناك غير تزوير الصندوق هناك تزوير الإرادة، هناك تزوير، وده اللي عملته الإخوان الإرهابية أنها أوهمت أجزاء من الشعب إن هو ده الإسلام وانه هو ده الدين وكده يبقى ربنا بيحبنا وكده يبقى احنا ماشيين مع ربنا وان احنا كده عندنا مشروع الدوله اللي تودينا الجنه بس، واللي لقوا نفسهم في داهيه الدوله اللي تودينا في داهيه، واللي اعاد البوصله ايضا الجماهير اللي خرجت في 30 يونيو واللي انتخبت لاحقا لما وجهت صح برضه، لانه برضه مهم جدا انه يبقى لما تشافت النخبة اللي حصل، لما تشافت اللي حصل يعني انا لا اريد ان اسبق الاحداث، ولكن هو لسه ما تشافش اللي حصل في غزه في غزه والضفه الغربيه. لو أجرت الانتخابات أنا لا أريد أن أسبق الأحداث، ولكن حماس لن تفوز، وإن حصلت فلان لن تحصل أكثر من 20% إلى 10% من إجمالي البرلمان، ولكن المشكلة يا فندم أن هم عندهم مقولة ثابتة
one person one time one vote، ان هم لن يسمحوا باجراء انتخابات هي مره واحده. ثلاث ايام بقول لك، يوم يوم لكم ويوم لنا ويوم القيام. خلاص بقى يوم لنا ده بيفضل على طول. وقال لك بقى الناس بتوعهم هنا، قال لك احنا قفانا تخين واحنا بنقعدش ما بنمشيش قبل 100 سنه ولا ما ده كله. مش يوم، مش مشوا بعد سنه. معلش بس دي ادبياتهم مشوا، لان برضو يعني ودي نقطه برضو نتناقش فيها، الوعي المصري مختلف. التراكم الحضاري المصري على مدار 7000 سنة، أنا لا أتهم طبعا فلسطين على رأسي من فوق، لكن الجينات مختلفة. المصريين لما قالوا لهم ربنا قالوا لهم يا سلام حلو قوي ربنا، وبعدين قال لهم إيه بس هو ربنا بيقول لك إيه ما تخرجش مرات أه؟ طيب، ويقول له لا بص ما فيش مصيف إيه ماشي، وبعد كده يقول لا ما بقى حدش يشتغل بقى ألا بعرفش بشغلانة إيه، لا يا عم بقى مع السلامة، قلب الترابيزة. لكن برضو التاريخ يقول، التاريخ يقول، وحضرتك صلح لي وحضرتك أستاذ علوم سياسية، إنه قد يكون محروم شعوب في المنطقة من هذا الوعي، لأنه كان التاريخ عبارة عن جولات اليهود شوية والفلسطينيين شوية، ده من 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 فجر التاريخ. صحيح. احنا عندنا مشكلة تانية إنه في وجود الاحتلال. يعني انت تتحدث عن دولة عمرها، دولة عميقة عمرها 7000 سنة، حضارات مختلفة، إلى حين احتلت بما فيه الكفاية وهضمت هضمت كل المحتلين. صحيح. على فكرة مصر بالتاريخ هضمت، ماذا تبقى من التجربة الفرنسية؟ لا شيء، حتى الكلمات الفرنسية بدأت تتناثر. أيوة. الإنجليزية بدأت تنتهي، وبالتالي كل الغزاة اللي مروا على مصر انتهوا. فلسطين لا زال الاحتلال موجود. أنا أعتقد أنه لو موجود احتلال طبعا لا قدر الله في مصر الأمور ستختلف. لكن إحنا وجود الاحتلال هو الذي يغذي فكرة الانقسام ويزيدها، وكلما كان هناك أملا أعتقد. هل في أمل أن الاحتلال ما يبقاش موجود؟ لا أكيد، حتى هذه اللحظة الأمل الاحتلال موجود. حتى تجربة الدولة اليوم، حتى تجربة حل الدولتين في آخرون بدأوا يسقطوا، لذلك الاحتلال. يعني من قرأ كتاب الكاتب الصهيوني ستيفن عمار اللي نشر في بريطانيا خلال أيام، ومن قرأ الخطة الأمنية اللي طرحتها جامعة تل أبيب أيضا قبل تقريبا شهرين أو ثلاث شهور، هي تتحدث عن فصل غزة عن الضفة الغربية، كيان مستقل في غزة، كيانات متقطعة في الضفة الغربية في مدن الضفة. القدس ستبقى مع الاحتلال موحدة بطوائف الدينية بكل أشكالها الحالية، تبقى تحت الاحتلال، ويمنح لاحقا كل مواطنين الفلسطينيين في القدس الهوية الإسرائيلية اللي رفضوها خلال كل الفترة، يجبروا عليها طبعا، مش يقدروا يأكلوا إلا بصر. لو الآن حتى بطاقة الهوية اللي بيمتلكها المقدسيين هي بطاقة لا هي فلسطينية ولا هي إسرائيلية. صحيح. على فكرة هي بطاقة خاصة. وضع غريب كده، وهو الشعب الوحيد اللي مازال محتل في العالم كله. بشكر سيادتك جدا على صراحتك وعلى سعة صدرك وعلى وجودك معنا، ونتمنى من الله طالما نحن نحيا على الأرض، نحن عندنا رجاء عظيم وإيمان كبير في الله، أن تتغير يعني رموز المعادلة إلى أي شيء ستتغير، وكيف تعتمد على جهدنا، وكيف تعتمد على تدخل الله معنا لا نعرف بالتحديد. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور أيمن رقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. مشاهدينا قبل ما أسيبكم، يعني مش هقول لكم بكرة حلقة جديدة في النور أكون أنا فيها، لكن هقول لكم بتمنى كل الخير والتوفيق لزمايلي والقناة سي تي في الجميلة، وللديكور الجديد السي تي في كلها بتتضافر عشان تعدوا لهذا البرنامج، وعشان احنا موجودين في المساحة الضيقة دي استعدادا لديكور جديد ومحتوى جديد، وزملاء ان شاء الله يكونوا جديرين واحسن من اللي احنا قدمناه. وزي ما قلت لكم بقى نشوفكم ان شاء الله قريب، ربما في شاشة اخرى وفي مكان اخر وبرنامج اخر. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.